أوكرانيا تحذر روسيا ستشن هجوما واسعا خلال أيام. هاري يفضح شقيقه ويليام بكشفه عن قواعد ملكية خرقها. محكمة إيطالية تقرر منع إجبار الأحفاد على زيارة أجدادهم. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة العربية، فأهلا بكم. بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى للحرب في أوكرانيا، قال وزير دفاعها أوليكسي ريزينكوف إن روسيا تخطط لشن هجوم كبير على بلاده. ريزينكوف كشف في حديثه لقناة فرنسية أن قواته تخشى من مناورة عسكرية جديدة واسعة النطاق مع اقتراب ذكرى بداية الحرب، متوقعا أن القوات الروسية ستحاول الهجوم من محورين، من دونباس أو من الجنوب. وأكد الوزير أن كييف تستعد لهذا السيناريو، مضيفا: نحن لا نقلل من شأن عدونا. كما ذكر أن عددا من أفراد الجيش الروسي على الحدود قد يصل لنصف مليون وليس 300,000 كما أعلنت موسكو في سبتمبر الماضي. عاد الأمير هاري ليتصدر حديث السوشيال ميديا بتصريحات جديدة نقلها كتابه المثير للجدل، وكشف فيها أن شقيقه ويليام خالف القواعد الملكية مرات عدة. ومن ضمن هذه الخروقات التي تحدث عنها هاري هو أن ولي عهد بريطانيا سافر على نفس الطائرة مع ابنه الأمير جورج الذي يعتبر حاليا الوريث الثاني للعرش في جولة ملكية لأستراليا عام 2014، إذ لا يجب أن يسافر وريثان للعرش معا خوفا من وقوع حدث. وذكر هاري أيضا أن ويليام تحدث مع مزارعين في السياسة حول البريكزيت أثناء زيارته منطقة ليك ديستريكت عام 2019، وهو أمر يعتبر خرقا لبروتوكولات العائلة الملكية. نبقى في الأخبار المتعلقة بالعائلة الملكية البريطانية، إذ أعلن المصرف المركزي الأسترالي أن صور ملوك إنجلترا ستختفي من الأوراق النقدية في أستراليا، وخصوصاً التي ستحمل فئة $5 منها، والاستعانة برسوم تكرم ثقافة السكان الأصليين. المصرف المركزي أوضح أن قراره هذا مدعوم من قبل حكومة حزب العمال التي تفضل انتقالاً محتملاً إلى جمهورية أستراليا، لكنه لم يذكر أي تفاصيل بشأن صورة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية التي تظهر على بعض العملات المعدنية المتداولة. في قرار وصف بالتاريخي وغير المسبوق، قضت المحكمة العليا الإيطالية بعدم إجبار الأطفال على زيارة أجدادهم في حال لم تكن لديهم رغبة في ذلك. صحيفة التايمز التي أوردت الخبر أوضحت أن القرار أتى بعد معركة قانونية طويلة شملت درجات عدة من التقاضي، وذلك قبل أن تعلن أعلى محكمة استئناف في إيطاليا أنه لا يمكن إجبار الأحفاد على إقامة علاقة لا يتمتعون بها ولا يريدونها مع أجدادهم. وأوضحت المحكمة أن القاعدة تطبق بشكل كبير، تطبق على الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً. وفي خبرنا الأخير، اكتشف علماء الآثار حانة في مدينة لجج القديمة بالعراق يعود تاريخها إلى عام 2700 قبل الميلاد، مما يشير إلى أن تناول الطعام السريع كان شائعا قبل الآلاف من السنين. ووفقا لما نشرته شبكة CNN، فإن الباحثين عثروا في الحانة على منطقة لتناول الطعام في الهواء الطلق، وغرفة تحتوي على مقاعد وفرن وبقايا طعام قديمة، إضافة لثلاجة عمرها 5000 عام، قائلين إن هذه الثلاجة كانت تمتص الرطوبة لتحافظ على برودة الطعام، فيما أنها أكبر المواقع الأثرية في الشرق الأوسط.